لا التقشف ولا صعوبة الصيام ولا حتى غلاء أسعارها أوقف هؤلاء الزبائن المتواجدين بميناء بوهارون على اقتناء مختلف أنواع الأسماك، فالأنظار كلها موجهة إلى بواخر الصيد للظفر بأفضل الأصناف رغم ارتفاع سعرها. فسعر الكيلوغرام الواحد من الجمبري تجاوز 3500 دينار. يقول لي حال قليلة ماشي كاينه بزاف، هي تكون قليله تطلب السومه تاعها تطلع، اللي بدات 45 4 ملايين و500، صافي في بلاصه 300 كيلو هكذا خشينه ماشي دقيقه، دقيقه 105 بخي سون ابوردابل. واحد كيما عندنا لومباغا دو شوا ومو واحد يشوف سون بلوز او موا ابوردابل، مي انا يونس كيما كونسيرن نشري على قيسي، سادير ما نشريش دي كونت كونتيتي. هذا الارتفاع في الأسعار أرجعه التجار إلى نقص المعروض وانتهاء موسم الصيد. مكياج اختي بابا الكومبري شو وش جاب؟ جاب صندوق شينو وجاب هذا ربع كازيات. مكياج اختي بابا الكومبري ها وش جاب؟ ها المونداتور راهو قدامك ها ما عندوش، المونداتور راهو قدامك قول له اعطيني كازي كريفات تقول لك ما عنديش، وصح ما عندوش. بابا الكومبري ها وش جاب؟ ها رانا في مواد جوان، السيادة راهي مغلوقة، الحوت شوية طالع. حتى البرمي سيبلان تفتح سيادة دوكا كاين غير كريفات وقشيريات برك. هاي الشري نورمال عادي، اللي ما يشريش كيلو يشير ضل. سوق الأسماك بالجزائر ما زال يتميز بعدم الاستقرار، خاصة وأنه بعيد عن أعين الرقابة من جهة، وغياب إرادة فعلية للنهوض بقطاع الصيد البحري من جهة أخرى.